حرب في الشرق وحشد في الغرب وتوترات يشهدها الجنوب. لقد أصبح العالم على صفيح ساخن نتيجة الحروب والأزمات التي تطارده في ظل متغيرات إقليمية ودولية هي الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية. ففي الغرب اتفق قادة حلف الناتو على أنه لا سبيل سوى تقديم مزيد من الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لأوكرانيا لكي تنتصر في معركتها المندلعة منذ سنوات أمام روسيا، وهو ما ردت عليه موسكو بأنها لن تسمح به. أما في الشرق الأوسط فإن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يدخل شهره العاشر دون رادع، في ظل رغبة إسرائيلية في عدم وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني. وفي بحر الصين الجنوبي تطورات متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة نتيجة الدعم الأمريكي اللامحدود الذي تقدمه واشنطن لتايوان والفلبين واليابان ضد الصين، وهو ما تراه بكين يهدد نفوذها في تلك المنطقة. وأفريقيا بدورها ليست بعيدة عن الأحداث، حيث تشهد القارة السمراء حروباً ونزاعات تهدد مستقبل وأمن شعوبها، ولعل أبرزها الأزمة السودانية التي تسببت في مقتل آلاف وتشريد الملايين في الداخل والخارج. لحظات صعبة يعيشها العالم حالياً في ظل ظروف ومتغيرات عنيفة تهدد السلم والأمن الدوليين، لحظات تعصف بشعوب الكثير من الدول التي تعاني من ويلات الحروب والأزمات.